يا مساء الجمال. طيب هنبتدي نحل في المسائل بتاعة الشيك يا شباب، وتعالوا نبص على المسألة رقم واحد. المسألة رقم واحد فيها فكرة كويسة أوي. problem one، يا مساحة يا رب، يا رب على الله اللي لم تشتغل بقى. أيوة كده، problem one. إيه اللي فيها بالظبط؟ تعالوا ناخد الجيفنز عشان مش قدامي شيت. هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن آدي ماسورة أو تانك، وات إيفر، مش مشكلتك دلوقتي، أهي هتوصلها يوتيوب مانومتر. الشكل اللي سعادتك شايفه ده كده، تمام. وكان الوضع فيه عامل كده يا شباب، الليفل كان لحد هنا اهو، وقال لك ان الفلويد اللي بيقيس بيه ده هو عبارة عن ميركوري، وهنا فلويد A وهنا فلويد B. جميل. في المسافات بقى، المسافة دي قال لك دي عبارة عن، معلش أقول لو مسافتنا نون فيزيكال يعني سامحوني، 0.3 متر، والمسافة دي ابلعوها يعني إنها 0.4 متر. ماشي ماشي. هو قال لك إيه؟ إداك معلومات بقى، جيفنز specific gravity بتاعة الفلويد إيه 0.7. طبعا أنتوا عارفين إن عن طريق الـ specific gravity تقدر إنك أنت تحسب الرو أو الـ density على طول، أضربها في 1.9. زي الفل. إيه المفروض بقى؟ قال لك determines a new differential reading. إيه الـ differential reading؟ فرق الـ يعني فرق الـ level اللي جوه المانومتر. أبصيت فين فرق الليفل؟ فرق ما بين الليفل ده والليفل ده اللي هو 0.3. يبقى الديفرنشال ريدنج بتاعت المانومتر في الكيس دي هي 0.3 متر. هو بقى عايز القراية الجديدة requirements differential reading new differential reading امتى؟ لما ال PA النيو تقل عن الـ PA الأولانية بكام؟ ب25 كيلو باسكال. هكتبها زي ما هي اهي، 25 كيلو باسكال، وبعدين نتحاسب. طب الـ PB النيو هي هي، مش هتتغير، زي الفل، شاكرين على الحاجة. في حاجة تانية؟ لأ. solution. طيب ابتدي الحل ازاي؟ ابتدي الحل المرة دي بيختلف عن المسائل بتاعة شابتر 1. هبتدي الحل بإن أنا أميك يوز من الكيس اللي قدامي دي. الكيس الأولانية دي فيها إيه؟ فيها مانومتر، في قراية معينة. إيه اللي أنا أعرفه فيه؟ أقدر إن أنا أطبق الإيكويشن بتاعة المانومتر. أنا معرفش البريشر عند إيه، ولا أعرف البريشر عند بي. دي الحالة القديمة اللي هي مش واخدة سبسكريبت ني إن أو نيو، تمام؟ طيب في الكيس دي أقدر أقرأ المانومتر ده، أقدر أطلع الإيكويشن بتاعته، وأقدر أقول إن PA، أبتدي من عند PA، نازل ولا طالع؟ فين الـ separation line؟ نسيت أحط الـ separation line أهو، تمام زي الفل. انزل ده، يبقى زائد جاما A مضروبة في 0.3، انقل للناحية التانية. نقلت الناحية التانية، طالع ولا نازل؟ طالع، يبقى ناقص جاما ميركوري في كام؟ 0.3. وصلت لهنا، طالع ولا نازل؟ لسه مكمل طالع، ناقص جاما بي 0.4. وصلت لفين؟ وصلت لبي، يبقى بيساوي بي. الحمد لله على السلامة يا ست، زي الفل. تعرف الترم ده؟ أعرفه، معايا الرو بتاعت الـ A والجاما، حضرتك عارف إنها عبارة عن رو في الجي. الرو بتاعت الـ A أضرب ده في 1000 يبقى 700 تايمز 9.81 تايمز 0.3. أدي الترم ده اتحسب، الترم ده 13600 تايمز 9.81
الترم ده اتحسب، وده عبارة عن 900 times 9.81، والترم ده كمان اتحسب. كده انت بقى لما تعوض في الايكويشن دي مع PA minus PB بكام، طلعت معانا 41496.3 باسكال. طب ما انت شغال بالمتر وبالكيلوجرام بير كيوبيك متر ومتر بير سكند سكوير، لازم هتطلع لك ايه باسكال. ودايما افتكر التعويض في الايكويشن بتاعت المتر، خلي كل حاجة باسكال وكل حاجة ستاندر يونت. تمام تمام خليها دي، اكيد هنحتاجها. طب الحالة الجديدة بقى هتعمل ايه؟ البريشر هنا 1000، يبقى الضغط والقوة اللي كانت داهم منزل بيها كل من الوضع ده هتقل سيكا، وبالتالي الكولوم ده هيعلى مسافة معينة هنسميها دلتا اتش. الفوليوم اللي هيطلع هنا يا جماعة لازم هينزل الناحية دي يا راجل. اه طبعا، يعني الحتة دي هتبقى عندك هنا هتزيد، هتبقى دلتا اتش، دي هتطلع دلتا اتش، وعلشان نفس الفوليوم ونفس الكروس سكشن هتنزل هنا كمان دلتا اتش. يعني هنا كان في لاين اهو اللي هو عنده 0.3، هتنزل دلتا اتش تحت اللاين ده، فبقت النيو ريدنج في النيو ريدنج ما بين التو سيرفيسز، ما بين السيرفيس ده والسيرفيس ده. من الجيومتري اللي قدامك النيو ريدنج بقت 0.3 ناقص دلتا اتش ناقص دلتا اتش، يبقى النيو ريدنج تساوي 0.3 ناقص 2 دلتا اتش، واحدة من فوق وواحدة من تحت. داش مظبوط. طيب أنا بقى عايز أحسب الدلتا اتش دي، وبالتالي حسبت النيو ريدنج بتاعتي إزاي؟ طبق الإيكويشن بتاعت المانومتر على الكيس الجديد. تعالى يا سيدي نطبق، نمسح الإيكويشن الأولانية دي وخلي الناس اللي تحت دول زي ما هم، وتعالى نطبق الإيكويشن الجديدة. بس ساعتها هقول بي اي نيو، يبقى بي اي ان، وامشي بقى معايا. نازل ولا طالع؟ نازل، يبقى زائد جاما اي. نازل لحد فين؟ هتنزل 0.3؟ لا، هنزل 0.3 ناقص دلتا اتش، يبقى 0.3 ناقص دلتا اتش. وصلت لهنا، مبقاش ده سيبريشن لاين خلاص يا كوتش، ده بس بقى المسافة بتاعت ال 0.3. تمام؟ السيبريشن لاين اهو، عدي الناحية التانية، عديت الناحية التانية، وقفت هنا. طيب الحتة دي عبارة عن ايه؟ من هنا لحد هنا هي 0.3 دي ناقص دلتا اتش ناقص دلتا اتش عشان اوصل لهنا، يبقى بطلع لفوق ناقص جاما ميركوري 0.3 ناقص 2 دلتا اتش. مظبوط كلامك، وصلت لهنا، كمل طلوع، يبقى ناقص جاما مين؟ جاما بي في 0.4 بس، لا 0.4 زائد دلتا اتش، 4 زائد دلتا اتش. لو مشيت فيها واحدة واحدة بالرغم هتحل المسألة بدون أي أخطاء إن شاء الله. وصلت فين؟ وصلت البي، يبقى بيساوي بي بي. ألف الحمد لله على السلامة يا سيدي. طيب الإيكويشن دي واضح إن فيها حل للمسألة. طب ما تيجي، يعني انا دلوقتي ناقصني الدلتا اتش ما اعرفهاش، الجامات اعرفها كلها، البي اي ان والبي بي ما اعرفهمش، بس معايا معادلات ليه. يعني مثلا البي اي ده، معلش بقى استعمل الاسود على الله يكون خد نفسه، من الجيفنز ان البي اي بيساوي بي اي القديمه ناقص، مش هختار بقى كيلو باسكال، 25000 زي الفل. والبي بي الجديدة هي البي بي القديمة اللي أنا حاططها. حلو أوي، الله 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 الله. يعني أنا لو جبت البي بي دي الناحية التانية هيبقى عندك بي إيه ناقص بي بي، ده أنا لسه حاسبها دلوقتي. يعني أقدر أشطب البي دي من الناحية دي، إيه على أساس إن أنا نقلتها بإشارة مخالفة الناحية التانية، وأشيل البي إيه، أو هتبقى ساعتها بي إيه ناقص بي بي. اللي انا معايا قيمتها هتبقى 41496.3، وساعتها الايكويشن كلها معايا ما عدا مين؟ ما عدا الدلتا اتش. تعويض مباشر يا كوتش،
وتطلع معاك المفروض الدلتا اتش في الحالة دي، يطلع الدلتا اتش على طول ان شاء الله كده بكام؟ طلعت معايا بكام؟ طلعت معايا 0.0995، يعني تقريبا 0.1 متر. اجي اعوض هنا طبعا كده محلتش، فاضل لك خطوة هتساوي 0.3 ماينس 2.1، يعني هتساوي في الآخر 0.1 متر. تيجي تقول يا صبحي يا محاسن الصدف، يعني الحل هو الدلتا اتش. أقول لك آه بس حضرتك دي صدف، لازم أنت تكتب الخطوة وتقول إن النيو ريدنج هي عبارة عن ال 0.3 ناقص ال 2 دلتا اتش وتعوض فيها علشان تجيب الدلتا اتش. افرض ما كانتش الارقام زي بعض، واللي بيصحح ما كانتش يعني مزغلله، هيهفك ماينس 1 او على حسب هي بكام، مش لازم. تعال نبص على الفكره بتاعت مساله 2، لان هي تيبيكال مساله واحد بس البرانش ده انكلايند، فعايزين نشوف ايه الفكره بتاعتها بس، مش محتاجين بس ان احنا نحلها للنهايه عشان خاطر افضل معاك بكامل قوتي، او عشان قوتي دلوقتي بتستنزف، فايه فعايز الحق اوصل لك لاخر الشيت قبل ما افصل. problem 2 ايه قصتها؟ problem 2 دي احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات اللي هو بتاع الشرح عن ليه بنستخدم inclined manometer. تعال نشوف بقى ايه الفرق في الحل دلوقتي. نفس الكيس هي بالظبط، بس غير الأرقام. قال لك بدل ما قلت 25 كيلو باسكال قلت 12 كيلو باسكال. طيب الفرق في إيه بقى؟ الفرق في حاجة تفهمها وتعقلها. إيه هي؟ قال لك أدي تانك أو أدي تانك أو ماسورة وات إيفر أيا كانت دلوقتي، وأدي إنكلايند مانومتر أهو الإنكلايند برانش، وبعدين طلع مين؟ البرانش الستريت أو الفيرتيكال سوري، ماشي؟ نفس الكيس هي هي. مديك ايه بقى هنا؟ بقى مش هيديك الارتفاع الفيرتيكال، هنا اداك القرايه الانكلايند. طبعا انت عارف ان فرق البريشر ملوش دعوه بالانكلايند، تاخد الانكلايند ده تحوله للفيرتيكال وتحطه في الايكويشن. بس لحظه، هو جه قال لك نفس الكيس اللي حصلت المره اللي فاتت، فطالما فيها فوليوم شيفت، في فوليوم بينزل وبيطلع الناحيه الثانيه، تعالوا بقى نفهم حاجه ونشوف ايه اللي هيتغير معانا دلوقتي. الكيس كانت عاملة ازاي؟ كانت كده اهي، ماشي اهي، كانت كده في الوضع الاولاني، ماشي. ادي ايه وادي بي، وبطبيعة الحال القراية بتاعت المانومتر ده اللي يهمنا، يعني الوقت اللي انا عايز اتكلم عليه، ادي القراية هنا اهو، المسافة دي قال لك إنها 50 سنتي ولا ملي، 50 مليمتر. معلش لو في أي أرقام غلط يا شباب، أنا كنت يعني بجاهد عشان أعرف الأرقام اللي مكتوبة في الشيت، فأنتوا هتفق يعني الأرقام لو غلط مش مشكلة، يعني أنتوا فاهمين الأرقام اللي أنا بحلها على أساسها، تفهم الطريقة يعني بتاعة الحل. طيب حلو أوي، لو أنا عايز أستخدم الطول ده في الحل، طبعا هشوف الزاوية اللي هو مايل بيها قد إيه. كانت الزاوية كام يا سيد؟ 30 درجة، كان حاططها هنا 30 درجة. وساعتها أقدر أقول لك إن الفيرتيكال ديستانس هي عبارة عن 50 مللي، دي لما أحولها لمتر تبقى .05 ساين 30، دي المسافة الفيرتيكال ساعتها. هو اتعامل معاه بقى عادي جدا، لأن هو مديك بقية المقاسات بالفيرتيكال، يعني قال لك المسافة دي 100 مليمتر، وقال لك المسافة دي كمان 80 مليمتر. تمام حلو أوي كويس. بس هو قال لك ايه بقى؟ قال لك ان البريشر هنا قال، يعني انت دلوقتي هتطبق الايكويشن عادي جدا زي ما طبقناها المره اللي فاتت، ولا كانك شايف انكلينيشن خالص، ما دام حولت دي لفيرتيكال ديستنس هتطبقها وتمشي من هنا نازل وطالع والسيبريشن لاين والحاجات دي. تعالى بقى للنقطه اللي عايز اكد عليك فيها، ايه هي؟ لما اجي اعمل بقى الشيفت، معلش همسح الابعاد دي بقى عشان العمليه تبقى واضحه قدامنا، انا عايز بس المنظر اللي حضرتك شايفه ده ايه بقى.
دلوقتي قال لك ده أقل ب 15 كيلو باسكال، وبالتالي أنت متوقع إن الليفل هنا هيعلى شوية وهينزل هنا شوية. طيب المرة اللي فاتت كان الفوليوم اللي نزل هنا طلع الناحية التانية قده بالظبط، نفس الكلام هيحصل هنا، فوليوم هينزل هنا هيطلع الناحية التانية قده بالظبط. هل يجي بقى تسألني، هل هقول نزل هنا دلتا اتش هيطلع هنا دلتا اتش، ولا هيطلع كده دلتا اتش؟ يعني انا لو سميت المسافة بلاش دلتا اتش، عشان دايما احنا بنفير الاتش انها vertical distance، سميها دلتا اس مثلا. حلو، اس دي جنرال انكلايند بقى vertical مش مشكلة. لو انا نزلت هنا يا شباب دلتا اس، الفوليوم اللي هيطلع من الناحية التانية هيطلع سواء بقى inclined يطلع في الانكلايند، سواء vertical يطلع vertical. اوكي، يبقى نزلت ناحية مشيت في الأنبوبة دلتا اس، يبقى همشي في الأنبوبة التانية دلتا اس، أمشي في الأنبوبة، الأنبوبة مايلة، الأنبوبة واقفة دلتا اس، يبقى في الحالة دي علشان هي مايلة يبقى هيمشي دلتا اس كده. فوليوم، فوليوم يا أستاذ، يعني الأسطوانة دي هتطلع أسطوانة قدها بالظبط الناحية التانية، مفهوم الكلام ده؟ طيب بعد ما تطلع الدلتا اس دي الناحية التانية، هل هتعامل مع البريشر على أساس الانكلايند ديستنس دي؟ لا، الانكلايند ديستنس دي حولها أنت بقى إيه لفيرتيكال ديستنس في حسابات البريشر. يبقى أنا استعملت الانكلايند ديستنس دي دلوقتي لما قلت هنزل في الفيرتيكال دلتا اس وهطلع الناحية التانية نفس الفوليوم، يبقى هطلع على الانكلايند. أكيد أنتوا فهمتوني دلوقتي. خلصت الطلوع وظبطت أبعادي، اشتغل فيرتيكال بقى كله دلوقتي، يعني اللي هو إيه؟ أجي أقول لك بقى يبقى المسافة دي اللي بيقابلها في الفيرتيكال هي عبارة عن دلتا إس ساين ثيتا بس، واشتغل بقى وكمل شغلك. حلو كده؟ كويس أوي. طب ليه في المسألة الأولى نزلت دلتا إتش طلعت الناحية التانية؟ عشان الاتنين فيرتيكال زي بعض، عشان الاتنين فيرتيكال زي بعض. هنا علشان inclined نزل دلتا اس في الفيرتيكال هتطلع في الانكلايند دلتا اس، بس هتطلع في نفس الاتجاه بتاع الانبوبه مش في الفيرتيكال، مش هتعمل اتجاهات هي على مزاجها، هتطلع في نفس الاتجاه بتاع الانبوبه في السنتر لاين بتاع الانبوبه. تمام، بعد انت ما طلعتها وظبطت ابعادك طبق الايكويشن بقى، والايكويشن بتطبق على ايه؟ على الفيرتيكال ديسبيسمنت. اي حاجه تلاقيها مايله جيب المثيل بتاعها، يعني زي ما عملت كده اللي هو عندي خلاص عارف ان دي مسافه اس، يبقى الفيرتيكال بتاعها او مسافه دلتا اس، يبقى الفيرتيكال بتاعها هيبقى دلتا اس ساين ثيتا، وطبق الايكويشنز بتاعتك طبيعي جدا. تمام، زي الفل. طيب دي بس الفكره الوحيده اللي في المساله دي عن المساله رقم 1، حاول تحلها بنفسك كده وشوف لو في حاجة وقفت معاك اكتب لي مثلا، اسأل عليها في الجروب بتاعك. مسألة رقم 3 بسيطة جدا، هي شكلها بس مش باين في الشيت، بس هي تعالوا يعني كتطبيق كده لل some kind of غلاسة، بمعنى أصح تعالوا نشوف ازاي. أدي سلندر كبيرة فيها بيستون من فوق وفي أنبوبة أو تيوب أو ماسورة طالعة منها بالشكل ده، خد بالك، وبعدين تقوم طالعة لفوق كده وبعدين تقوم نازلة تاني لأسباب ترجع للمصمم بقى الله يسامحه. ماشي، عاملة كده، ومن بين كل الرموز ساب كل الرموز وجه قال لك ان الفورس هنسميها بي. يا عم الحاج سميها كيو، سميها ما لقيتش غير البي. المساله حط فيها بي يا عم، البي دي احنا مأجرينها للبريشر، مفيش فايده. طيب في الحاله دي لو جات لك في الامتحان، عشان كده انا بحل على اساس انها بي، وهتلاقيه كل شويه بالبي فورس في المساله دي، البي فورس في المساله دي. طيب عايزين نحلها بسرعه قبل ما اقعد اقول بي فورس كتير. ايه الجيلينجز اللي فيها؟ problem 3 بقى. قبل أي حاجة تعالى
نشوف ايه اللي ناقص فيها بالظبط. في ميركري هنا عند الحتة دي اللي هي نفس السوا ده، قال لك ميركري، ده ميركري لحد فين؟ لحد هنا ميركري، وشوية دول ايه؟ واتر. ماشي، ادي شوية مياه حلوين. وقال لك ان المسافة دي يا استاذ نسميها اتش اتش 1، والمسافة اللي هناك دي هنسميها اتش. ماشي زي الفل. وجاء لك في الجيفنز بقى، قال لك ان الاريا بتاعت البستن 0.07 متر سكوير، كمان اتش 1 تساوي 60 مليمتر. ماشي، اتش بتساوي 100 مليمتر زي الفل. ايه الريكويرمنت بقى؟ قال لك لو احنا اهملنا الوزن بتاع البيستون ده احسب لي الفورس بي. يبقى الريكويرمنت عايز يعرف الفورس بي، الفورس بي في المسألة دي مش ذنبي. طيب يا ترى بقى لو بصينا ممكن نحل المسألة دي في خطة واحدة؟ ممكن نحلها في خطة واحدة. ازاي؟ تعال نشوف، تبقى بالشكل ده. فين ال separation lines يا شباب؟ والله أنا مش شايف غير ادي separation line أهو. الضغط بتاع النقطة دي هو نفس الضغط بتاع النقطة دي، مش كده وبس، ده أنا لو مديت الناحية دي هلاقي separation line للفلويد ده. إلا ده ايه الحلاوة دي؟ ولو زودت معايا في الكلام كمان هتبص تلاقيه بقى separation line بتاع ما بين النقطتين دول. يا نهار أبيض، يعني الضغط بتاع النقطة دي هو نفس الضغط بتاع النقطة دي هو نفس الضغط بتاع النقطة دي هو نفس الضغط بتاع ده. ايه الحلاوة دي؟ مسألة يعني هدية، يعني أنا أقدر إن أنا ولا كأني شايف ده كده خالص، وأوصل ما بين الحتة دي للحتة دي على طول. والله المعادلة بتقول كده يا أستاذ وأنت ورزقك. يبقى ساعتها أقدر أقول تعالى بقى أمشي من هنا، الضغط اللي عامل لي المعمول عند الحتة دي كام؟ نمشي بقى بالإيكويشن. الضغط عند الحتة دي زي ما بنتكلم مثلا عن الضغط بتاع التانك، الضغط عند الحتة دي هو الفورس على الأريا. طيب هل هتاخد الأتموسفيريك بريشر معاك في الاعتبار؟ يعني أنت شايفني حاطط هنا بي أتموسفيريك؟ لا مش عايز آخد في الاعتبار. ماشي، يعني هتشتغل بجيج؟ يعني هشتغل جيج. طبعا ما حطيتش اتموسفيريك بريشر هنا، يبقى ما تحطش اتموسفيريك بريشر هنا. يعني لما توصل للبرانش ده بيساوي زيرو. متفقين قبل ما احل؟ متفقين. طيب يبقى البريشر نتيجة الفورس دي بي كفورس على الاريا، فورس والله اف على ايه، اوكي ده البريشر. انت نازل ولا نازل؟ يبقى زائد جاما ووتر في اتش 1. وصلت عند النقطة دي اللي هي بتساوي النقطة دي اللي هي بتساوي النقطة دي اللي هي بتساوي النقطة دي. اطلع بقى، ناقص جاما ميركري في اتش بتساوي مين؟ بتساوي زيرو. اتفقنا، بتساوي زيرو. الحمد لله على السلامة. جاما وصل معاك، عارفين ده يا سيدي 1000 تايمز 9.81. ال اتش 1 معاك حولها لمترز، اوعى تنسى 60 على 1000 يبقى 0.06. جاما مركري 13 00 تايمز 9.81 ال H 100 على 1000 0.1 زي الفل. تعويض مباشر معاك الاريا برضو 0.07. بي الفورس هتساوي، الفورس هتساوي 892.71 نيوتن. وريت رابع الارقام بتاعتي لو فيها غلط، لكن الكونسبت صح بإذن الله. صح تمام. تعال نبص على المسألة رقم 4، شوف إيه الفكرة اللي فيها. شكلها من بعيد ما فيهاش أي حاجة، شكلها من قريب فيها تركاية صغيرة. تعال نشوف إيه التركاية دي. مسألة 4، يا هادي يا رب. تقول إيه بقى مسألة 4 دي؟
عندك تانك أو whatever source بتاع pressure متوصل بمانوميتر لذيذ أهو طالع راح نازل البايب تانية. ما هي قصتهم بقى؟ ما هو شكله لطيف هو ابن حلال وده ايه وده بيه زي ما احنا متعودين. وانت شايف ان البريشر بتاع ايه ضاغط يعني تنين كده وضاغط على على البرانش اللي فيه المركري ودايس المركري، يعني واضح ان البريشر بتاع ايه اعلى من البريشر بتاع بي حتى لو كان فيه واتر كمان الناحية دي. هنا فيه واتر سوري مفيش سطح فاصل هنا بس دي كده في واتر او بي واتر كده كده واتر وده مركري. وايه هو عبارة عن ايه بقى ما نعرفوش ايه وخلاص عدينا البروبرتيز بتاعته. ايه الجيفنز بقى بتاعت المسألة؟ الجيفنز يا سيدي كان اتي السبيسيف جرافيتي بتاعت ايه 0.965 جاما بي طبعا بتاعت في الواتر 9810 نيوتن بير كيوبيك متر. البريشر PA 20 كيلو باسكال اهلا هتعرف اهلا ليه دلوقتي. البريشر في بي بيساوي فاكيوم 150 مليمتر زئبق. فاكيوم 150 تسمع كلمة فاكيوم دي تشيلها وتحط ماينس على طول اوكي وتعرف على طول ان الفاليو دي جيج اللي هو مديها ماينس 150 مليمتر زي بقى. حلو ريكوارد الكيس دي يا شباب الاتش المسافة دي القراية يعني ما ناصر ما فيش تغير بقى ولا ده أقل ولا بتاع هو الكيس زي ما انت شايفها كده. والمسافة دي فين؟ المسافة دي وانت سري بس ما نصلناش عليك في حاجة فاضل بس الحتة دي كده بوينت كام بوينت 3 هي كمان ادينا كل حاجة كده متر متر كله عايزين الاتش. التركاية هنا يا ترى البي اي ده جيج ولا ابسوليوت او ما قاليش في المسألة يا ترى اتعامل مع جيج ولا اتعامل مع ابسوليوت. طيب لو انت اتلخبطت في الحتة دي تعالى تتأكد ازاي؟ اقول لك ازاي. لو انت ممكن تفترض فرضية بس انا مش متأكد من الفرضية دي قوي ان بما ان دي مديها لك جيج يبقى دي هيديها لك جيج برضو بس ممكن يلعبك. طب هل في وسيلة للتأكد؟ تعالى نحسب ده ابسوليوت. لو انا حسبته ابسوليوت وطلع اكبر من القيمة دي وانا عارف ان القيمة دي على حسب الصورة اللي قدامي ان ضغط بي ايه اعلى من بي يبقى اكيد ده جيج ساعتها القيمة دي جيج. لما مسكت دي وحسبت حسبتها ازاي قلت تعالى نحسبها كابسولوت بريشر يبقى بي بي هيساوي اتموسفيريك بريشر اللي هو 101.325 معاك في الآلة على فكرة ناقص رو ميركوري 16.6 9.81 في 150 على 1000 طلعت معايا كام يا سادة؟ طلعت معايا 81 ده absolute 81.31 كيلو باسكال. لما حولتها يا نهار أبيض 20 كيلو باسكال وده 81 خلاص طلعت الرؤية. يبقى فندم القيمة دي جيج يبقى تعامل معاها كأنها جيج وانت مطمن بس خلاص هي التركة الوحيدة في المسألة هي التركة الوحيدة في المسألة هتعامل على طول حل. حل ازاي؟ امشي من الايه بقى لحد ما توصل بالسلامة ان شاء الله لبي في ايه
نازل ولا طالع؟ فين السبريشن لاين بتاعك اهو؟ ده ينفع سبريشن؟ لا ما ينفعش سبريشن لاين. ليه؟ ما بيوصلش ما بين تو فلويدز كونتينوس مع بعض. ده بس سبريشن لاين الوحيد؟ لا، لو وصلت هنا كده ده سبريشن لاين، لكن لو وصلت الناحية دي مش سبريشن لاين. تمام؟ يبقى الضغط ده قد الضغط ده عشان اقدر اوصل بينهم، الضغط ده قد الضغط ده عشان اقدر اوصل ما بينهم برضه نفس الـ vertical elevation. حلو، امشي بقى معايا. PA نازل ولا طالع؟ نازل. زائد اركب معانا الفا اي جاما اي سوري 0.3 زائد اتش قبل اكسبريشن لاين نوت، نطيت الناحية دي طالع يبقى ناقص جاما ميركوري في مسافة اتش قبل اكسبريشن لاين نوت الناحية التانية. الناحية التانية المسافة دي زي ما انت شايف اتش برضه نازل، يبقى زائد جاما بي اللي هي جاما ووتر اتش زائد 0.3. وصلت فين لبي؟ عند العكس لما بتساوي بي 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 الاي والبي معايا. ده انا اوريدي حسبت البي ابسولوت، يبقى خلي ده ابسولوت هو كمان، يبقى 20 زائد 101.325 واضربها 10 اوستات عشان تبقى باسكال. كنت البي اهي انت حاسبها حطها برضه بالباسكال، هي 81310. ماشي، بقى عندك في الايكويشن كل حاجة معلومة ما عدا الاتش. تقدر تحسب الاتش في الحالة دي، هتطلع معاك او طلعت معانا بصراحة 0.332 متر. تشيك على السولوشن بتاعي. حلو جميل. مسألة رقم 5، مسألة عادية جدا. الفكرة الوحيدة اللي فيها هي انه قال لك ان الـ PA عبارة عن 25 ملي متر زئبق فاكيوم. عرفنا خلاص قصة الفاكيوم دي، اشوف فاكيوم احط ماينس للقيمة اللي قدامي واقدر احسب الابسولوت بريشر بتاعها، اقول الاتموسفيريك بريشر ناقص لك 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 احسب رو جي اتش، رو بتاعت مركري جي، والاتش اللي هو مديها لك بقى 150 ملي متر مديك هنا كام؟ 25 ملي متر. تمام، بعد كده مسألة عادية جدا خالص، المسألة رقم 5. 6 بسيطة بس فيها فكرة صغيرة عايزك ايه تحطها حلقة في ودنك. شوف مسألة مجعلصة كده وبتاع وشكلها خوف ولا فيها نفخة. مسألة 6،